قال أبو خلاد فيما نقل ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول: وما من قوم يتركون الصلاة إلا يبتليهم الله عز وجل بنقص الأرزاق. انتبهوا، أي إنسان يفرط في الصلاة يبتلى بنقص الأرزاق. والدليل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم آخر ما أوصى به النبي وهو على فراش الموت.